يا هلا، حياكم الله متابعين قناة تامر اي. هذا اللكسس اي اس الجديد، الشكل الجديد 2019، 4 سلندر هايبريد. النوع هذا صرفيته 24.1، يعني افضل من اغلب السيارات الصغيرة. ما شاء الله، سيارة حلوة مرة، يعني كل شيء فيها ملمسه حلو، جلستها مريحة، كرسيها مريح، وكل شيء قريب منك. هذا منظر السيارة وانت تسوق او انت تسوقين. انا هذه السيارة تصلح للحريم صراحة، حلوة مريحة، تصلح لأحد يبي يدلع نفسه. هنا القزاز كله في الاوتو، هذا القفل حق البيبان، قفل الشبابيك الخلفية، تحكم بالمرايات، فيه نقاط عمياء. شو شلون انسيابية في كل مكان، تحكم كامل بدركسون، مثبت سرعة، مثبت سرعة محطوط هنا، العادة تيوتو يصير تحت جير اف ون، تحكم بالانوار من هنا، مساحات، هذا التراكشن فوق هنا، وهنا وضعيات القيادة، سبورت نورمال عادي. هذه الشاشة كبيرة كاملة، وهنا الماوس حق التحكم في الشاشة. هنا واحد كب هولدر، 2 يو اس بي و اي او اكس، فيها كل شيء. هنا سي دي، هذا فتح واقفال الستار الخلفية، هنا تبريد المقاعد، طبعا تشغيل بصمة. يقول لك نعتذر ما في مفتاح. هنا التحكم في المسجل وفي المكيف، هذا التحكم بال بس كذا باللمس تشتغل حركة، دلع نفسك. هذه الفتحة، هذا شكل السيارة من الخلف. السيارة هذه سعرها 207,145 ريال. هذه لفة سريعة على لكسس اي اس الشكل الجديد. اللي عنده اي اسئلة او استفسارات يكتب لي في الكومنتات تحت. Thank you very much.